من المعارضة الناطحة إلى المعارضة الناصحة، مصطلحان وصف بهما الإسلاميون في تعاطيهم مع السلطات القائمة هنا في موريتانيا. اليوم هم في منطقة رمادية يقول خصومهم، لهم في موالاة تامة ولهم في معارضة صريحة. عيونهم شاخصة نحو الحكم كيفما كان الحال، سواء أعارتهم السلطات الحاكمة اهتمامها أم لا. توصيف ظالم لدورهم السياسي يقول الإسلاميون، فلا نريد أن نوالي لمجرد المولاة، ولا نريد أن نعارض لمجرد المعارضة، ولنا مآرب واضحة في كل خطوة نقوم بها. فما هي هذه المآرب وما هي تلك الخطوات؟ أهلا بكم إلى الجزء الأول من الحوار مع رئيس حزب تواصل محمد جميل منصور. محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ولد عام 1967 في العاصمة الموريتانية نواكشوط. مطلع التسعينيات أسس برفقة عدد من الإسلاميين الجبهة الإسلامية. دخل السجن مرات عدة بتهم مختلفة، أولها عام 1994 انتخب نائباً عن منطقة نواكشوط عام 2006. انتخب رئيساً لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل عام 2007. في العام 2009 حل رابعاً في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمد ولد عبد العزيز. انتخب رئيساً لحزب تواصل مرة ثانية عام 2012. عام 2014 رفض الترشح للانتخابات البرلمانية وفضل الإشراف على الحملة الانتخابية لحزبه. نرحب بك أستاذ محمد جميل منصور رئيس حزب تواصل الإسلامي في موريتانيا، أهلا وسهلا فيك. مرحبا، الله يبارك. حضرتك طبعا الآن على رئاسة الحزب للمرة الثانية، يعني قبل أن أصل، ماذا صنعت وأنت في رئاسة الحزب في الحزب؟ كيف كانت النشأة والذهاب في البعد الإسلامي، علما أن المجتمع الموريتاني كما هو معلوم هو مجتمع يعني بشكل عام متدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على هذه الفرصة وهذه السانحة. بالنسبة لهذا الحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، ليس حزبا وليد تاريخ نشأته بالمعنى القانوني والإداري، هو تطور في الشكل وفي الإطار القانوني المعترف به لتيار إسلامي كان موجودا في البلد. صحيح أن موريتانيا بلد معروف بثقافته الإسلامية، معروف بأصالته الإسلامية، ويمكن أن تقول لا يحتاج إلى حزب إسلام، ولذلك من البداية كان واضحا أننا نقدم خطابا سياسيا، نقدم برنامجا حياتيا يتأسس على هذه المرجعية التي أجمع عليها الموريتانيون وتعبر عن تاريخهم بدرجة كبيرة، ولا يكاد حزب سياسي في البلد يتنكر لها. الحال عندنا ليس الحال عند كثير من البلدان، تكاد الأحزاب السياسية الموريتانية كلها بما فيها الأحزاب ذات النكهة اليسارية، الأحزاب ذات النكهة الليبرالية، الأحزاب القومية تسلم بهذه المرجعية الإسلامية. قد نتباين معها في حجم هذا التركيز، في حجم حضوره في الاختيارات، في البرامج، في الاستشهادات، في مظاهر الأنشطة ومظاهر التحرك، ولكن على العموم في البلد هناك تسليم بهذه المرجعية. نحن كحزب سياسي نشأ بعد التغيير الذي حدث في البلد في آخر عهد الرئيس الأسبق معاوية والطايع، أنشأنا هذا الحزب السياسي كما قلت مرحلة من مراحل التطور للتيار الإسلامي في البلد، ولكنه لا يمثل كل التيار الإسلامي. أتى من أكثر من رافد هذا الحزب، من خلفية فكرية إسلامية لكنها مختلفة، يعني أقصد هنا من بعد سلفي، بعد إخواني، بعد دعوة وتبليغ، وربما فئات أخرى. لا، في الحقيقة هو أنشأته مبادرة كانت موجودة قبله اسمها الإصلاحيون الوسطيون، وهي الإطار السياسي الذي أنشأته الحركة الإسلامية في مرحلة معينة حينما رفض النظام الاعتراف لها بحزب سياسي في تلك المرحلة، أي المرحلة الانتقالية الأولى. والإصلاحيون الوسطيون إطار سياسي يترجم بالدرجة الأولى من ينسبون إلى المدرسة الإخوانية، أي الذين تأثروا بفكر الإخوان المسلمين، رغم أن الحالة الموريتانية من البداية كان حالة فيها شيء من التميز والخصوصية والمحلية، وليست جزءا أو فرعا كما هو في بعض البلدان من حركة الإخوان المسلمين. تتأثر بفكر الحركة الإسلامية
الأم بصفة عامة، أدبيات شهيد البنا وشهيد سيد قطب وعبد القادر عودة وغيرهم، ولكنها أيضا استفادت من المدارس الإسلامية الأخرى ومن المدارس النقدية داخل مدرسة الإخوان المسلمين، خصوصا المدرسة السودانية والمدرسة التونسية. ولذلك كان التيار الوسطي هكذا نسميه هو الأساس في نشأة هذه المبادرة وفي نشأة الحزب. صحيح أنه بعد تطوري تيار إسلامي وسطي، تقصد تيار إسلامي وسطي، يعني كان هناك طرفي نقيض، من هو متفلت أو أقل تدينا أو أقل تمسكا، وهناك من هو متشدد. نعم. كيف نصنف وفق الخارطة الموجودة في موريتانيا، يعني من هو يصنف في هذه الدائرة ومن هو يصنف في تلك الدائرة؟ شوف أقول لك، مثلا كان هنا سلفيون في البلد ليسوا جزءا من هذا المشروع، سواء سلفيون بالمعنى العلمي بالمعنى الهادئ أو سلفيون حتى بالنكهة الجهادية. نعم. كل هذا كان موجود في تلك المرحلة ونحن تميزنا عنه تماما في إطار هذا المشروع السياسي. هناك حركة متصوفة واسعة في البلد، الحزب سيتطور نحوها بشكل جيد لتصبح في مرحلة من المراحل جزءا منه، وبالتالي أصبح يتسع لهذا النمط من المدارس الذي يعبر عن مظاهر التدين المحلي، خصوصا في شكله الصوفي وفي شكله الفروعي. جماعة الدعوة والتبليغ بطبيعة الحال لا تهتم بالشأن السياسي. هناك فعلا تيارات ولكنها محدودة، يمكن أن تقول تيارات علمانية شديدة العلمانية أو واضحة العلمانية أو ظاهرة العلمانية. هؤلاء فعلا بالنظر إليهم وبالنظر لأولئك المتشددين في طبعتهم الأكثر تشددا، يمكن أن تقول كان تيارنا، كان حزبنا بعد ذلك يمثل مدرسة وسطية يجد فيها كثير من الناس التزاما بهذه المرجعية وبهذه الأصالة وانطلاقا منها، وبالتالي تحقق له إسلاميته، وتجد فيها أيضا ما يناسب من الحداثة والمعاصرة والتجاوب مع مستجدات اللحظة والتاريخ الذي يعيش فيه، فيجد فيها أيضا كثير من الناس هذا البعد المعاصر. وهذه هي إشكالية الإنسان المسلم المعاصر، إذا لم يجد هذه الثنائية في مشروع فكري سياسي لا يجد الاطمئنان المناسب، لأنه يمكن أن يلبي هذا المشروع بعدك من حيث الأصالة من حيث المرجعية، ولكنه يفتقد معالجة أسئلة الحداثة والإجابة على أسئلة العصر والمكان وتحديات اللحظة. وأحيانا أيضا تجد من يتقن هذه ويبدع فيها ولكنه إلى حد ما ينقطع عن تلك الأصالة وتلك المرجعية. فنحن ندعي في مشروعنا أننا كنا إجابة أقرب إلى الصحة على السؤالين، سؤال الأصالة وسؤال المعاصر. هل هذه الرسالة التي تنقلها عن الحزب عن مشروعه هي تطابق نفس ما يحملها أو ما يحمله المواطن الموريتاني أيا كانت خلفيته الفكرية أو المجتمعية أو حتى السياسية؟ في عموم الموريتانيين، في عموم الموريتانيين، ودائما تكون هناك استثناءات، الشخصية الموريتانية شخصية تميل إلى النمط الوسطي وإلى الطرح الوسطي، وتطمئن إلى الوسطيين من حيث الأسلوب من حيث الطرح من حيث السلوك، وليست متفاعلة تفاعلا كبيرا مع أطروحات التطرف سواء كانت في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. بالنسبة لنا نحن الصورة، هذه الصورة التي نقدمها عن أنفسنا، قد تجد في المجتمع من لا يقتنع بأننا نمثل أصالته الإسلامية، ينتقدنا في هذا المجال، وتجد من ينتقدنا من الزاوية الأخرى بأننا أكثر رجعية وأبعد عن الحداثة. فوجدنا في انتقاد هؤلاء وأولئك مؤشرا أننا فعلا على المنهج الوسطي. هذا تقديرك لي. نعم. طيب حضرتك كنت أول رئيس للحزب الذي تأسس في 2007، وهو امتداد لمحاولات عدة، كان منها حزب الأمة، طرح حزب الأمة لكنه لم يرخص، وقبله أيضا ما عرف بإسلامي المساجد على ما أعتقد ما بعد السبعينات، في عمل جماعات المساجد. أريد أن أسأل هنا فيما يتعلق بهذا التطور، إذا كان الحزب هو حزب وسطي، لماذا منع أكثر من مرة من الترخيص له في هذه البلاد؟ الحقيقة أن المنع من الترخيص كان تعبيرا عن سلوك نظام وتوجه نظام أكثر منه محاسبة على منهج أو تصور الحزب. هذا الحزب حاولنا أن نوجد من الناحية القانونية والسياسية أيام الرئيس معاوية والسيد أحمد الطاهر،
حاولنا أن نوجد بعد الرئيس معاوية أثناء الفترة الانتقالية مع أول رئيس عسكري في المرحلة الانتقالية الرئيس علي محمد فؤاد. كانت نظرة النظام بحكم تاريخ من الصراع والاحتكاك نظرة سلبية تجاه من يعتقد أنه منافس له، خصوصا إذا كان يخاطب في الناس أبعادا من السهل أن توفر له دعما وإسنادا شعبيا. ولذلك كان الرئيس معاوية خصوصا في المرحلة التي توجه فيها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني ونحو سياسات أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتوجهاتها، كان ينظر إلينا باعتبارنا خطرا، باعتبارنا منافسا. ولذلك كان واضحا في رفض حزب الأمة رغم كل الذي أعلناه وكل الذي قمنا به، ومع المنع ومع الرفض نحن واصلنا الإصرار على المنهج السلمي ومنهج الاحتساب والصبر. ولذلك حاولنا أن ندخل تجارب حزبية مشتركة مع آخرين حتى نطور من أدائنا السياسي وحتى نمنع أن تؤدي سياسة المنع والحظر إلى وجود وتطور مجموعات شبابية متطرفة، لأنه عادة قمع السلطة، عنف السلطة، إقصاء السلطة يزيد التوجه نحو التطرف ونحو التشدد. هل هذا حصل معكم في موريتانيا؟ يعني حضرتك دخلت السجن أكثر من مرة، كان ربما الأولى في العام 1994، إذا تحدثنا عن الترخيص هو في العام 2007، يعني هناك مرحلة طويلة من العمل الإسلامي غير المعلن أو غير المؤطر رسميا في الحياة السياسية. لا، غير المعلن صحيحة وغير المعلن. ألم يكن هذا مؤشر على عمل خارج إطار القانون وكان يهدد ربما إلى حد ما حتى بنية الدولة في هذا الإطار؟ شوف أخي الكريم، في هذه المرحلة من تاريخ البلد كانت هناك ظاهرة الحركات السرية، هذه تنظيمات شبابية يغلب عليها العنصر الشبابي، بعضها يساري النزعة، بعضها قومي النزعة، قومي عرب، قومي زنوج، وبعضها إسلامي. نحن كنا جزءا من هذه المنظومة في إطار التنظيمات التي تنشأ عادة في إطار الحركة الإسلامية، وبالتالي كانت تنظيما سريا خارج القانون. ولكن بشيء من التطور في تفكيرنا وتصوراتنا حاولنا أن ننتقل من هذه المرحلة التي هي حصيلة تقريبا ما بين الأدبيات المقروءة عن الحركات الإسلامية في الخارج والتجارب التنظيمية للحركات الأخرى هنا التي كان بعضنا أعضاء فيها سابقين. وهي لم تكن حركات إسلامية؟ لا، كانت حركات قومية بالأساس. قومية، نعم. لأنه لا يكاد اليوم تجد مجموعة من التيار الإسلامي إلا وكان ثلثها من التيار القومي. كنت حضرتك بحزب أنا كنت آخر؟ مش بحزب، نعم. متأثر بالتيار الناصري في مرحلة معينة، نعم. في وسطه، وإن لم أنتظم بالشكل الكبير لأنه كان العمر محدود، لأنه أنا تقريبا من سنة 79 بدأت هذا التوجه، سنة 1979 التوجه الإسلامي؟ التوجه الإسلامي، نعم. وبالتالي هذه المرحلة نحن حينما تطور فكرنا وتصوراتنا للأمور حاولنا أن ننتقل إلى العمل العلني، إلى العمل السياسي، إلى العمل القانوني، ولكن قرار السلطة برفض الاعتراف رغم أنها بدأت الاعتراف بالأحزاب مع التعددية في بداية التسعينات جعلنا في ورطة حقيقة. نحن لسنا مستعدين للتخلص من مشروعنا، هذه فكرة، هذا تصور، هذا برنامج، هذا مشروع هكذا نقدمه، نحن لا يتاح لنا إطار العمل القانوني. ولذلك ظلينا في مرحلة طويلة ما بين عمل سري نريد أن نخرج منه وعمل علني لا يتاح لنا من الناحية القانونية والإدارية حتى وصلنا. هل انزلقتم إلى العنف في مرحلة من المراحل؟ أبدا، تقريبا يكاد يسجل عليكم، يكاد يتفق الأمنيون، حتى لا أقول الآخرون، الأمنيون في البلد الذين أشرفوا على ملفاتنا أكثر من مرة واعتقلونا وحققوا معنا وتابعونا على أنهم لم ينجحوا إن كانوا أرادوا ذلك، ولم يروه إن لم يكونوا مريدين له، أننا مارسنا عملا عنيفا أو يقترب منه. صحيح أن بعض الشباب خرج من تحت عباءتنا، بعض الشباب لم يصبر على هذا الطريق، لم يقتنع بمآلات هذا الطريق، وبالتالي بدأ يتوجه إلى المنحى الآخر السلفي وبعض الأحيان الجهادي. بعض هؤلاء الشباب خرج أصلا من عباءة التيار الإسلامي لكنه لم يصبر على وسطيته نتيجة للواقع، للإقصاء، للقمع، ثم أيضا نتيجة للتفكير المتطرف والمتشدد. هو نفس الحال الذي بدأ ينتشر في العالم، نعم. الإسلامي هو نفس الحال الذي يتكرر مع أحزاب إسلامية أخرى في مناطق أخرى. هو يطرح إشكالية في الحقيقة لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة الجدلية ما بين الإخوان وتيارات العنف السياسي، سأتي على ذكر في الحلقات القادمة. لكن بما أنه بدأنا في بنية تأسيس حزب التواصل وحضورك فيه، أريد أن أسأل، بما أنه تدعون إلى ديمقراطية
تدعون إلى تبادل سلمي للسلطة. كنت أول رئيس وما زلت الرئيس، والحزب تأسس من 2007 إلى اليوم، وتكاد تكون الشخصية الأبرز في كل شيء. هل هذا منحة ديمقراطي تراه في الأحزاب الإسلامية، لسيما في التجربة الموريتانية، أم أن الرؤية مختلفة إلى حد ما؟ شوف أخي الكريم، نحن أسسنا الحزب سنة 2007. نعم، لكنه امتداد كما قلنا لمراحل سابقة. لا، المراحل السابقة لا يعرف من كان يدير هذه. مراحل كانت سرية. وللأمانة لم أتولى فيها المسؤولية الأولى قط. نعم، وربما هذا اليوم مجرد مرة يقال يعني. هذا الكلام لا قيادي، لكن لم أتولى فيها المسؤولية الأولى قط. نعم. المهم أنه سنة 2007 إلى الآن لم نكمل 10 سنوات، وهذا في تقاليد الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية، بل في تقاليد الأحزاب والحركات الأخرى ليس كثيرا يا أخي الكريم. وبالتالي نحن أمام قوة القانون. كان يتاح لأهل الحزب أن يغيروني في المؤتمر الماضي اختيارا، لكن في المؤتمر القادم بفرض القانون لا بد أن يغيره. يعني لو لم يكن هناك قانون يلزمك بمدتين، أو إذا لم يكن قانون يلزم يمكن يغيره ويمكن لا يغيره، هذا يبقى لاختيار الناس. لكن نحن ألزمنا بالقانون أنفسنا أن نغير لكي نفرض التداول في كل حال، حتى ولو كان هناك ناس رأيهم أن يبقى هذا المسؤول، لكن ألزمنا بالقانون حتى نضمن عملية التناوب. وهذا بالمناسبة، نحن حينما أسسنا الحزب أصدرنا رؤية فكرية عبرنا فيها عن منطلقات الحزب الثلاث الرئيسية: المرجعية الإسلامية، الانتساب الوطني، الخيار الديمقراطي. ولكل من هذه الأسس معنى. أردنا أن نحسم هويتنا الفكرية بالمرجعية الإسلامية. أنا حزب رغم الحداثة، رغم التطور، رغم الديمقراطية، لكن أنا حزب ذو مرجعية إسلامية، أي أننا لا نتأسس على المرجعية العلمانية، ما زال هذا خيارنا الفكري وتوجهنا الفكري. الثاني الانتساب الوطني، أننا حزب ينتسب إلى بلد وفي خصوصية محلية، ولسنا فرعا ولا جزءا تنظيميا من أي إطار خارجي، ولكن الانتساب الوطني، المصلحة الوطنية، حدود موريتانيا، قانون موريتانيا، مصالح موريتانيا، موجه أساسي لتفكيرنا. الخيار الديمقراطي ناقشناه فكريا قبل أن يكون موقفا سياسيا. أن الخيار الديمقراطي بالنسبة لنا رؤية فكرية وخيار استراتيجي، وليس موقفا سياسيا يمليه علينا تقديرنا أننا سننجح فيه انتخابيا. ولذلك حسبنا هذا الأمر. صحيح استفدنا، يعني يمارس العمل الديمقراطي داخل بنية الحزب من حيث التولية، توزيع المناصب، إدارة شؤون الحزب. هنا أريد أن أسأل فيما يتعلق بدور المرأة أيضا في داخل الحزب، بما أنه طرح إسلامي ومجتمع له خصوصية يعني يغلب على المجتمع الموريتاني، هو مجتمع قبلي وصحراوي أو بدوي كما تصفونه أحيانا. إلى أي حد هنا المرأة الموريتانية في فكر وأدبيات وحتى ممارسات السياسية لحزب تواصل كانت حاضرة تتميز عما هو معروف في المجتمعات البدوية؟ أولا، مما أعاننا في الحزب أن وضعية المرأة الموريتانية ليست بالصورة الموجودة في بعض المجتمعات العربية والإسلامية. المرأة الموريتانية سواء في المكون العربي أو في المكون الزنجي حاضرة، وهذا الحضور ترجمته تاريخيا وحتى مع تاريخ الدولة الحديثة على مستويات متعددة، اجتماعية واقتصادية وثقافية وحتى سياسية. بالنسبة للحزب كان من البداية واضحا في هذه المسألة، اجتمع له الأمران. الأمر الأول هو أن واقع البلد، طبيعة المجتمع مساعدة، وأنت تعلم أنه حركات إسلامية وتيارات إسلامية في العالم تأثرت بالواقع التقليدي في مجتمعاتها، لا شك، وصاغت رؤيتها تأثرا بهذا الواقع. العامل الثاني أن الأطروحات الإسلامية التجديدية المتعلقة بمسألة المرأة، وكان من أبرزها الكراس القصير الصغير الذي كتبه الدكتور حسن الترابي، المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع، ثم الموسوعة الكبيرة التي كتبها الدكتور عبد الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، ساعدنا هذا الطرح التجديدي مع الواقع المساعد على أن لا يكون هذا الأمر مطروحا لنا من البداية. لك أن تتصور أن أول مؤتمر للحزب لجنته التحضيرية العليا التي أشرفت على كل شيء فيه ترأستها إحدى النساء، كانت الأستاذة الدكتورة زينب بنت الخرشي هي التي قادت هذا المؤتمر وقادته بنجاح متميز. ثم بعد ذلك المرأة تولت مسؤوليات عديدة في الحزب، مسؤوليات قيادية من الصف الأول، وكانت حاضرة، وكانت المنظمة النسائية للحزب
أكثر المنظمات أو من أكثر المنظمات حضورا ونشاطا وفاعلية وتأثيرا في إطار الحزب، ويشهد المراقبون والمتابعون سواء اختلفوا في تفسير عامل ذلك وأسبابه أن المرأة التواصلية حاضرة، وأحيانا بعضهم يقول حاضرة أكثر من اللازم. على ذكر يتفق المراقبون، طرحنا تساؤل أو سؤالا على السيدة مكفولة بنت إبراهيم وهي ناشطة حقوقية ورئيسة جمعية لحماية المرأة هنا في موريتانيا، هل تجدين أن المرأة الموريتانية تحتل المكانة التي تستحقها في أدبيات حزب تواصل، وما هي أخطاء الإسلاميين تجاه المرأة ودورها الاجتماعي والسياسي؟ فكانت الإجابة على الشكل التالي، نشاهد معها. أنا بشوف أن المرأة التواصلية اللي موجودة في السياسة اليوم ما هي مرأة وصلت لها عن امتهان للسياسة ناتج عن تأطير المرأة نفسها، ولا هي وله ناتج عن نضال حقوقي عند المرأة، هو ناتج عن كوتا حصلته المرأة، يقير كوتا ما يعكس مكانة المرأة صراحة في المجتمع، ولا يعكس القيمة المعطية لها في المجتمع، ولا يعكس طموحها كامرأة في السياسة، لأن المناصب الأساسية في الحزب عندهم ما فيها عليات. استمعنا إلى ما قالته السيدة مكفولة بنت إبراهيم، برأيك هذا ينعكس على الصورة اللي كنت حضرتك عم تشرح لنا إياها قبل قليل فيما يتعلق بالمرأة التواصلية وتعاطيكم أيضا في الحزب مع المرأة الموريتانية بشكل عام؟ لا تخلو صورة أو رأي أو حتى إجماع من خلاف البعض وخروجه على هذا الإجماع. ربما السيدة مكفولة ليست من هذا التوجه وليست من هذا الرأي، رغم أن ما قالته يحتاج بعض التعليق، لأنه أن ما قام به الحزب، نحن شاهدنا أحزاب في موريتانيا لم تقم بما قام به تواصل رغم إكراهات الكوتا ورغم القوانين ورغم التشجيع العام. إذا ما قام به تواصل وإن ساعدته الكوتا وساعدته القوانين كان فيه جزء أساسي من الإرادة الذاتية لحزب التواصل في حضور هذه المرأة. أما أنها لم تتولى مناصب قيادية، لكن تتصور أن الناطق باسم الحزب الآن والمسؤول الوطني للإعلام امرأة، الأخت أمينة تانيانغ وهي نائب في البرلمان، لك أن تتصور أن نائب الأمين العام للحزب المشرف على كثير من أعماله هو امرأة، الأستاذ سالم متزين. ولذلك في نساء كثيرات مسؤولات في القيادة وفي القيادات المختلفة وفي قيادة مجلس الشورى للحزب وفي القيادات الجهوية والمنتخبين سواء على المستوى البلدي أو على المستوى النيابي أو على المستوى الشيوخ. حينها لم يكن الأمر بفرض القانون في كل مراحله، وبالتالي المرأة لعبت دورا كبيرا في تواصل، ساعدتنا القوانين ولكن كانت هناك إرادة ذاتية. أما قصة نقصان العقل والدين فإرادتها في هذا المجال ليس واردا، هذا حديث الذين يفهمونه ويعرفونه يعرفون أنه ليس فيه مسا من المرأة، لأن العقول معروف أن العقول فيها العقل الفطري والعقل المكتسب، وبالتالي المرأة ذات مكانة تامة في التصور الإسلامي، والنصوص تؤخذ بعضها مع بعض حتى تعطيك صورة كاملة ولا ينبغي الاجتزاء. لكن حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أيها الناس، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تمتشط، قالت لها ماشطتها إنما دعا الرجال ولم يدعوا النساء، لأن هذا هو التصور التلقائي أنه هذا يعني النساء، فقالت لها كفي رأسي أو استأخري عني إني من الناس. هذا التصور فعلا أن المرأة من الناس وأنها تشارك في كل المستويات وأنها إلى جانب أخيها الرجل في كل المستويات، وتفهم النصوص المقيدة أو الذي يظهر منها ذلك في سياق النصوص العامة، وذلك هو الفهم المقاصدي المتكامل والأسلم والأصح. سأفصل في هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير، إذا سمحت لي نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. نحييكم مشاهدينا من جديد مع ضيفنا الأستاذ محمد جميل منصور، وهو رئيس حزب تواصل الإسلامي هنا في موريتانيا. نجدد بك الترحيب أستاذ محمد، وأسأل ابتداء مما انتهينا في المحور الأول، هو حول الجدلية أو عملية التلفيق إذا صح التعبير
بين المتناقضات والبحث دائما عن خلفية شرعية لتبرير أي فعل سياسي. تتهم أو يتهم حزب تواصل بأنه رمادي اللون هنا في موريتانيا، تارة مع السلطة وتارة في المعارضة، أحيانا يقود المعارضة وأحيانا يبرر للسلطة ما تقوم به. حاليا ما هو الموقف الحقيقي لحزب تواصل من السلطة السياسية في البلاد؟ شوف أخي الكريم، كل مصطلح له إحاوة، نحن نفضل التوفيق بدل التلفيق مثل هذه الأمور. والحقيقة أنه نشتغل في الميدان السياسي في منطقة رمادية بطبيعتها، ليست منطقة واضحة، ليست واضحة البياض ولا واضحة السواد إيجابا أو سلبا. عمرو بن العاص رضي الله عنه له كلمة مشهورة: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف أهون الشرين. نحن في منطقة عفو، في منطقة اجتهاد، تقدير، تسديد، مقاربة، ولسنا في منطقة يتمحض فيها الحق دائما بشكل واضح. حزب تواصل طيلة مساره السياسي كان حزبا معارضا، تخللت هذه المعارضة في بعض الأحيان تهدئة في النبرة، سماها في مرحلة معينة تقليدا للإخوان في المغرب الأقصى بالمعارضة الناصحة أي الهادئة، تقديرا منه لظرفية السياسية التي يعيشها. تخللتها فترة من شهرين، شارك في حكومة وحيدة في مرحلة بعد انتخاب الرئيس المدني وعرضه على الأحزاب السياسية المعارضة أن تشاركه في إطار تطوير التجربة الديمقراطية الناشئة، ولكن انقلب عليها بعد ذلك مباشرة وعودنا إلى المعارضة في المقاعد الأمامية بعد الآن. وبالتالي المسار خلال العشر سنوات تقريبا تنقص قليلا من بعد الاعتراف هو مسار معارض لا يؤثر عليه تأثيرا كبيرا أن هدأت في بعض الأحيان وشاركت في شهرين، ولذلك لا يمكن أن يوصف بهذا الوصف الشامل أنه أحيانا وأحيانا يفعل. أبدا، هو توجه معارض لكنه يقدر الظروف ويستحضر المسؤولية ويقرأ ميزان القوى دائما ويحرص على ذلك، وليس حزبا مثاليا. المهم عنده أن يطرح لفكرته أو أن يتخذ الموقف، ولكنه يقدر ظرف بلده وسياقه والمصلحة التي ينبغي أن يخدمها في هذا الإطار. هل يعني أن الأحزاب الأخرى التي هي واضحة في الموقف السياسي وفي الاصطفاف السياسي هي لا تقدر المصلحة الوطنية كما تقول؟ إذن رغم أنني مسؤول عن الحزب الذي أرأسه وأستطيع أن أقومه ومفهوم المخالفة ليس مضطردا. إذا وصفت حزبنا ليس معنى ذلك أنني أصف الآخرين بالعكس، ولكن مع ذلك هم من ولكن مع ذلك ليس هناك حزب مطلقا من هذه الأحزاب كان خطها أيضا دائما في سياق واحد، كل منهم مر بهذا الاضطراب في الموقف وفي بعض الأحيان بشكل أشد إلى ما. كيف العلاقة الآن مع الرئيس ولد عبد العزيز؟ العلاقة مع الرئيس ولد عبد العزيز علاقة حزب معارض مع رئيس يعارضه، وبالتالي بالتأكيد منقطعة على مستوى التواصل والعلاقة السياسية، لكن مع ذلك نحن نحرص في الغالب في خطابنا أن نركز على السياسات والتوجهات وأخطاء وخطايا النظام أكثر مما نركز على الأبعاد الشخصية في شخصية الرجل الذي يحكم. محمد مختار الشنقيطي وهو أحد مفكري موريتانيا الإسلاميين وقريب جدا على ما أعتقد من حزب تواصل إذا لم يكن عضو فيه، لأن حضرتك تشرح لي، بحوار مع صحراء ميديا ب 4 نوفمبر 2010 يقول: الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو أول رئيس موريتاني يمنح الإسلاميين حقوقهم الدستورية في العمل السياسي والثقافي دون قيد أو شرط، كما تقدر الحركة له الجد في محاربة الفساد. كيف هذا الشخصية بهذه الصفات الآن أنتم تعارضونه أو تجدون أنه لابد من المعارضة الآن له؟ طيب، الأخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي مفكر ونحن نحبه كثيرا ونتأثر بفكره وتصوراته، لكنه ليس عضوا قياديا في الحزب، وربما ليس عضوا في الحزب أصلا، وليس ناطقا رسميا به. هذا الكلام هو يتحدث الآن عن الحركة الإسلامية، يتحدث عن حزب التواصل. الصواب في بعض جوانبه. كيف؟ أولا، أول من اعترف بهذا الحزب ليس الرئيس محمد عبد العزيز، الحزب اعترف به قبل الرئيس محمد عبد العزيز، أي في مرحلة الرئيس المنتخب مدنيا الرئيس سيدي محمد والشيخ عبد الله هو الذي اعترف بالحزب. صحيح حينها كان محمد عبد العزيز وزملائه جزءا من السلطة، وربما
كان موقف بعضهم موقفا إيجابيا يتفاوتون في ذلك، ولكن الحقيقة حتى يسب الفضل لأصحابه أن من اعترف بالحزب ومن شرع وضعيته ومن أعطاه فرصة للحضور السياسي كان الرئيس سيد محمد الشيخ عبد الله، ونحن قوم نحب الوفاء، فلا ينبغي أن يسب الفضل لغير أهله. ولكن مع ذلك في تلك المرحلة وقبلها بقليل كانت مواقف الرئيس محمد عبد العزيز، وحينها كان عسكريا من ضمن المجموعة العسكرية التي سيطرت على السلطة، مواقف تغلب عليها الإيجابية تجاهنا بكل صراحة. نحن أيضا لا نتنكر للحقائق وللتاريخ، وبالتالي انطلق من منطلق ليس على هذا النحو. فيما يتعلق بموضوع محاربة الفساد، ما عبرت عنه الآن بالمعارضة الناصحة كان في المرحلة التي أعلن فيها الرئيس محمد عبد العزيز الحرب على الفساد. ولذلك نحن غيرنا من الأسباب التي دعتنا إلى تغيير توجهنا من معارضة قوية يصفها البعض بالناطحة إلى المعارضة الناصحة الهادئة، أن الرجل رفع شعارات إيجابية من الحرب على الفساد. ولكن بعد سنة ونصف سنة تزيد قومنا سياسة الرجل وأصدرنا وثيقة مشهورة هنا في الوسط الإعلامي والسياسي بعنوان إصلاح قبل فوات الأوان، شرحنا فيها أن للأسف طلع الشعار لا ينسجم مع الواقع، بل استمر الفساد، بل تطور الفساد وقل المستفيدون منه، لكن أنصبتهم كثرت وبقيت عناصر الفساد في أجهزة الدولة المختلفة. وبالتالي لا هو الذي اعترف بنا ولا كانت حربه على الفساد صحيحة. طيب هذا ألا يعني يفسر بعض الحملات التي شنت من قبل حزب تواصل أيضا على الرئيس، لأنه ربما لم يجد منافع سياسية من التعامل معه؟ على سبيل المثال ببيان ب 27/4/2015 في بيان لكم في حزب تواصل تقولون أنه قرار إلغاء التربية الإسلامية في امتحانات البكالوريا هو قرار غريب ومستهجن، وكأنه البلاد تتجه نحو تخفيف الشحنة الإسلامية في المجتمع الموريتاني. أليس تشكيك هذا بالخلفية السياسية لرئيس البلاد وبالأهداف التي يقوم عليها؟ نحن عموما نحرص على أن تظل معركتنا في هذا البلد مع النظام معركة سياسية، ولسنا حريصين كما يحدث في بعض البلدان أن نعطي طابعا معينا لهذا الصراع ولهذا التنافس. ولذلك هذه القضية حينما حدثت أردنا أن نتحقق من الذي حدث. ما الذي حدث؟ بعد أن تحققنا منه أوردنا في بيان ختامي للمكتب السياسي من ضمن جملة من النقاط أوضحنا فيها أن قراراً اتخذ بإدراج التربية الإسلامية، الحد الأدنى من التربية الإسلامية الذي يحافظ للناس على ثقافة دينية مقبولة في امتحانات البكالوريا، تم التراجع عنه قبل امتحانات البكالوريا بأقل بشهر يزيد بحجج واهية. ولذلك أردنا أن نشير أن هذا ليس مؤشراً طيباً. قبله تغيرت العطلة الأسبوعية، كانت الجمعة والسبت أصبحت السبت والأحد. هذه قضايا رمزية قد لا تكون بتلك الجوهرية في الميزان العام للقضايا على المستوى المقصدي العام، ولكنها قضايا رمزية مهمة ودالة تدل إما على عدم استحضار الرموز الدينية التي تهم المجتمع وعدم العناية بها، أو تدل على التقرب لجهات عادة ما يتقرب لها بمثل هذه الأمور، جهات خارجية عدائية يعني. جهات خارجية. وكيف تفسرون فعل الرئيس هذا؟ هل هو تقرب إلى جهات خارجية؟ كيف تفسرونه هذا الفعل؟ عموما هذا النظام عودنا على الفعل ونقيضه وعلى أفعال مفاجئة من الصعب أن يكون هناك ناظم لها. أعتقد أن كل هذه الأسباب تحضر فيها أحيانا. ما الهدف؟ أحيانا تحضر أسباب التقرب في خارجية، يعني في بعد خارجي. أحيانا ما يتصور أنه ربما مس أو إذاء لجهات فكرية وسياسية في المجتمع وعلى خلاف معها. طب اسمح لي سيد منصور. وأحيانا تعبر عن اضطراب إداري وعدم قدرة على تسيير الأمور بشكل صحيح. وأحيانا قد تفسر عملية استباقية من قبل الحزب لأي استهداف مقبل لهم. على سبيل المثال أنه حصل فيما بعد على ما أعتقد أنه حل جمعية المستقبل بدعوة، طبعا جمعية المستقبل اللي هو برأس العلامة الددو. هذه الجمعية بشكل أو بآخر البعض يقول أنها لحزب تواصل وتعمل على استقطاب أيضا مناصرين لها بغطاء ديني لبعد سياسي فيما بعد، يعني عملية توظيف للدين في السياسة. أليس من حق الدولة أن تشرع في التمييز والتفريق على اعتبار أن الدين هو للجميع، والعمل السياسي طبعا له خصائص وله مواصفات وله أهل؟
ولذلك كانت الجمعية للجميع لا تمارس عملا سياسيا ولا علاقة لها بالسياسة. أخي الكريم ليس أنا أقصد شن الحملات على أفعال الرئيس أو الحكومة. هذه الجمعية لم تشن لا حملة ولا قريبا من ذلك على أفعال الحكومة ولا مواقف الرئيس. ما المبرر على حلها؟ الجمعية من ضمن جملة من الجمعيات في البلد وليست جمعية واحدة لكنها تتميز عنهم في تقديري شخصيا بحكم مناصرتها ثقافيا ودعويا، أنها تتميز عنهم بأنها جادة في نشاطها، ناجحة في فعالياتها، مؤثرة في الواقع، تحارب سياسة تنصيرية موجودة في المجتمع للأسف برعاية جهات أجنبية، تحارب انحرافا أخلاقيا واسعا في المجتمع. طيب ما مصلحة الدولة في حل هذه الجمعية إذا كانت تقوم بكل هذا الواجب؟ أكمل لك، أنا أعتقد أنها لا تقوم إلا بعمل طيب وواجب دعوي وتعليمي كبير. السؤال بطبيعة الحال السلطة هي الأقدر على إجابته. أنا من موقع التحليل أعتقد أنها لا تريد هذا الفعل الذي تقوم به الجمعية، لا يرضي السلطة لأنه لا يكون تحت عباءته. طيب هي حلت بقرار قضائي على ما أعتقد؟ بقرار إداري أبدا. ألا يشكك هذا بمصداقيتها؟ هي طرحت الموضوع في القضاء وحتى الآن معرقل. هي طرحت بعد القرار الإداري المتعسف الذي تناقض في 3 أيام في أسبابه ودواعيه ما بين المكتوب والمعلن، طرحت الموضوع على مستوى القضاء وإلى الآن ما زال معرقلا. هذه الجمعية أخي الكريم السياسة تمارس بشكل واضح من طرف أصحابها. قد تجد أعضاء في تواصل أعضاء في هذه الجمعية وأعضاء في هذه الجمعية أعضاء في تواصل، لكنهم في الجمعية يمارسون عملا دعويا ثقافيا، كعناصر منا تمارس أعمال نقابية، عناصر تمارس أعمال إعلامية، كل يلتزم بالإطار الذي هو فيه، ولكننا حينما نمارس السياسة نمارسها في الأطر السياسية وننتقد النظام من خلال هذه الأطر السياسية أو نصالحه من خلال هذه الأطر السياسية. هل هذا يتفق سيد؟ الجمعية لا تمارس السياسة. جميل. ثم بعد ذلك استهدافنا ليس أخي الكريم ليس بهذه السهولة. نحن جماعة معتدلة، تيار معتدل، ولا يفضل ولا يسعى إلى المواجهة مع النظام، ليس خوفا منها ولكن حرصا على البلد وعلى أمنه واستقراره. ثم أيضا نعتقد أن فكرنا الوسطي والمعتدل لا ينتشر في أجواء الاحتكاك والصراع، ولكن مع ذلك إذا قرر النظام أن يفتح جبهة معنا، عناصر النظام الذي تقوده تدرك التجارب التي وقعت معنا في السابق، وبالتالي لا أعتقد أن ذلك يخدم البلد. نحن لا يخدمنا بالتأكيد، لكنه أيضا لا يخدم النظام. في هذا نوع من التهديد أستاذ منصور في تحليلك الآن أو إجابتك، البعض يقرأ قديم. وكأنه نوع من التهديد، كأنك تهدد الدولة بأي ممارسة أنه ستكون العاقبة ضده. لا، أنا قلت أي احتكاك أي مواجهة نحن لا نريدها، لا تخدمنا، لا تخدم البلد، لا تخدم استقراره، وليست في مصلحتي، وتشجع التطرف والتشدد في البلد، لكنها مع ذلك أيضا لا تخدم النظام. هل المبدئية التي يتميز بها بحسب ما تقول حزب تواصل هي التي بررت له دعم انقلاب 2003، والذي كان يعتبر بحسب تفسير بعض المقربين من الحزب أنه جزء من الثأر للمظالم التي ارتكبها ولد الطايع ضد أبناء الحركة الإسلامية؟ على فكرة انقلاب 2003 كان قبل تأسيس الحزب، ثم أيضا الموقف لم يكن داعما له، الحزب حينها لم يكن موجودا، لكن نحن فعلا أبناء الحركة الإسلامية نتحدث عن تكتلوا في بعض وأصبحوا موجودا. نعم. وسنة 2003 لم نؤيد الانقلاب رغم أننا كنا في السجون في المنافي، أنا شخصيا كنت في المنفى في بلجيكا. لم نؤيد الانقلاب أبدا. كل التصريحات التي عبرنا عنها قلنا بأن النظام بسياساته القمعية، بسجنه للناس، بتضييقه على المواطنين، بحله للأحزاب، وليس نحن فقط، كثير من الأحزاب التي حلت حينها، يصنع أسباب الانقلاب. ولذلك قلنا بأننا نتفهم أن تتطور الأمور إلى هذا الحد، لكن نحن لدينا موقف مبدئي رافض للانقلابات. في دراسة لمركز كارنيجي للسلام عام 2012 بعنوان الإسلاميون في موريتانيا، يشرح فيها وصف الحالة السياسية لإسلامي موريتانيا والمكانة التي وصل لها حزب تواصل. نحن نعلم أن حزب تواصل الآن لديه 16 مقعدا في البرلمان من أصل حوالي 147 تقريبا، 16 في مجلس النواب، في مجلس النواب وخمسة في مجلس في مجلس الشيوخ. يعني أنتم الحزب الثاني من حيث العدد في البرلمان، وتعتبر القدلة المعارضة الأولى، يفترض ذلك. طيب لنرى ماذا تقول دراسة. ولا يتقدمنا إلا حزب السلطة وأحزاب السلطة قوية لأنها في السلطة،
والبعض يقول أيضا والبعض يقول أنكم أنتم في المرتبة الثانية لأنه من المعارضة لم يتقدم أحد إلى الانتخابات باستثناء حزب التواصل. تقدم بعضها وقاطع بعضها. نعم. لكن الأغلب قاطع. يكاد يتفق كثير من المراقبين أنه حتى لو شاركت كل أحزاب المعارضة سيظل الترتيب هو هو. ثقة عالية يعني بالنتائج. الحمد لله. طيب نشاهد مع ماذا تقوله الدراسة. الإسلاميون في موريتانيا، دراسة لمركز كارنيجي للسلام 2012. حزب تواصل لم يحقق مكانة عالية بين الأحزاب الموريتانية، لكن بالنظر إلى ظروفه ومقارنة بوضع الإسلاميين في التسعينيات فإن ذلك يعد نجاحا وتقدما، لكن استمرارية النجاح مرتبطة بمدى قدرة الحزب على أقلمة خطابه مع المشهد السياسي الأوسع، كما ترتبط أيضا بقدرته على الوصول إلى أنصار جدد خصوصا من غير البيض. إذن بحسب ما تقول الدراسة أستاذ جبيل منصور أنه في تقدم ملحوظ لحزب التواصل أو للإسلامي بشكل عام، لكن هذا له أو هذا له مبررات قد لا تكون مرتبطة بأداء الحزب من ناحية، وأيضا بمدى مرونة الحزب في أنه يستوعب هذه الانتصارات لجهة أخرى أو لأفق آخر. بداية كيف تعقد تراه توصيف دقيق وحقيقي وواقعي؟ الكلام كلام معقول، لكن لا تنسى أن الدراسة سنة 2012. نعم. ولذلك اعتبرت التقدم الذي شهده حزب التواصل تقدم نسبي. نعم. من نظر إلى واقعه حينها، لكن قد يكون لكارنيجي وغيره مراكز الدراسات حديث بعد انتخابات 2013، لأن الانتخابات الأخيرة التي وقعت والتي أعطت لتواصل المكان اليوم المتميزة حدثت في سنة 2013 على المستوى النيابي والبلدي. المسألة الثانية، فعلا كما أشار التقرير والدراسة، تواصل له انتشار كبير جدا في المجموعة العربية، وكان انتشاره محدودا جدا في المجموعة الزنجية حتى تكون الأمور صريحة. صحيح أنه في المجموعة العربية يتوسع توسعا جيدا في مكوناتها، في مكونين لها، أي مكون البيض ومكون الحراطين. والبيض هذه نسبية لأن لبنان ليست بيضاء ناصعة، لأنني أنا من البيض ويمكن أن تلاحظ الفرق بيني وبين البياض. المجموعة الزوجية أشير هنا إلى أنه نحن شاركنا في الانتخابات 2006 قبل الاعتراف بالحزب كمبادرة سياسية، شاركنا في انتخابات 2013. ما بين هذه وتلك منطقة النهر حيث يسكن الزوج، المناطق التي أغلبيتها من الزنوج، نكاد لم نقدم فيها لائحة. في انتخابات 2013 قدمنا لوائح في كل هذه المناطق، وجئنا ما بين الثالث والرابع في أهم هذه المناطق. فحجم التطور والانتشار في غير البيض زاد، لم يصل الأمر للمستوى الذي نرغب فيه ونطلبه، لأنه نحن نرتاح أكثر في الحزب حين نترجم الصورة الوطنية بكافة أبعادها، عربها وزنوجها، رجالها ونسائها، بيضها وسمرها، شبابها وكبارها. لكن نعتقد أننا قطعنا خطوات مقدرة بفضل الله تعالى على مستوى الانتشار في هذا المكون المهم من أبناء الوطن، وأعتقد أن الأمور تتقدم إن شاء الله. طيب بناء على ما كنا نتحدث به حول تطور وإمكانية تطور حزب تواصل، الأستاذ الصحافي طبعا محمد ولد محمد غلام بموقع موريتانيا الآن أو صحافة موريتانيا الآن تحت عنوان الإسلاميون في موريتانيا بين التحديات الذاتية والعراقيل الموضوعية، يقول على الرغم من وجود أرضية ومنطلقات واضحة في نصوص حزب تواصل ولوائحه، إلا أن ذلك لم يقف حائلا أمام وقوع الحزب في لوثة الخمول والتقليدية التي تسود الحياة السياسية والحزبية بالتحديد في موريتانيا، الأمر الذي أفقد الحزب الكثير من حيويته المطلوبة. يعني وقعتم في لوثة التقليد، الخمول، واقع الأحزاب السياسية في موريتانيا، أيضا بعض العراقيل التي تنتاب أو تواجه الفكر الإسلامي بشكل عام أثناء التحديات. هذا كلام تغلب عليه الصحة، هذا الكلام. حلو الشجاعة أن الإنسان يعترف، أود أن أقول بأن يكون صريح. عندنا في التواصل عادة طيبة، الأخ محمد من أطر الحزب المتميزين كاتب المقال، أنه قد لا تجدها عند كثيرين أن عناصر وأطر مهمة من الحزب بالقياديين يكتبون وينتقدون، ونعتقد أن هذا ظاهرة صحية، أنه
الحزب ينبغي أن يكون، وحتى مسؤول الأول في الحزب أحيانا يكتبوا منتقدين ومعترفين بالأخطاء، لأنه نحن نمارس عملا جزءه الأكبر عمل بشري اجتهادي تقديري تنزيلي، ولذلك لا ينبغي أن ننظر إليه تلك النظرة التي تتماهى يتماهى فيها الثابت والمتغير المقدس والنسبي. ولذلك نحن نمارس عملا بشريا، أصابنا شيء من هذا الذي قال الأخ الكريم، ونحاول دائما نحن في جلساتنا وفي تقويماتنا، لأن الحزب ونفتخر بهذا الأكثر انتظاما من حيث المؤسسة، مؤتمراتنا تنعقد في وقتها، مجالسنا الوطنية تنعقد في وقتها، مجالس الشورى، مكاتبنا السياسية تنعقد في وقتها، ونراجع بشكل دوري ونصدر تقويمات لأدائنا ونعترف بأخطائنا، وليست عندنا مشكلة في هذا السياق. أصابنا هذا الخمول أو بعض هذا الخمول بطبيعة الحال أنت تعرف أخي كيف تتجلى مظاهر هذا الخمول؟ أنت تعرف أخي الكريم أن تكون عندك فكرة مثالية وتصور مثالي وبرامج مثالية، فإذا بدأت في الواقع تجد إكراهات الواقع، استحقاقات الواقع، ضغط الواقع. إذا تقدمت للانتخابات تقدم أصلا تريد أن تقدم الأصلحة والأنسب، فحينما تأتي الانتخابات وإكراهاتها أحيانا تقدم الأقدر وليس الأصلحة بالضرورة، لكنه يمكن أن يكسب الانتخابات نتيجة لعوامل إضافية وفيه من نسبة الصلاح ما يكفي أو يناسب. أنت هنا تخضع للواقع، أنت تعايش واقعا تقليديا لا تستطيع أن تصرح بمواقفك كما ينبغي. نحن لدينا موقف تقدمي جدا من موضوع الاسترقاق في موريتانيا، هذا الموقف نحن نشرناه، نحن عبرنا عنه، ولكن حين نلتقي ناس تقليديين في داخل البلد لا نعبر عنه بتلك الصراحة بتأثرا بذلك الواقع الذي نعيشه مع هؤلاء. هناك واقع يفرض نفسه ويفرض إكراهاته، وأهم شيء وهذا ما نستطيع أن نقله للأخ الكريم ولغيره أننا نحس معه بهذه الأعراض وأننا نجتهد جهدنا لمعالجة هذه الأعراض، أما هي فموجودة وطبيعية. أشكرك أستاذ محمد جميل منصور رئيس حزب التواصل، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، وكل شكر والتقدير لكم مشاهدينا على حسن متابعة، إلى اللقاء في الأسبوع القادم.